السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم مجددا في قناة فنو التعليمية. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا طريقة وناخذوا بعض النصائح أننا بغينا نتقبوا واحد الحيط بالبيرسوز بمعرب الشينيور باش نعلقوا واحد الطابلو، ولا غادي نتكلموا على هذا الجهاز. هذا الجهاز هو اللي كيكشف لنا على التيار الكهربائي في الحيط. يعني قبل ما نتقبو خصنا نستعملوا هذا الجهاز باش نقلبوا منين دايز التيو ديال الضو ولا التيار الكهربائي، عاد يمكن لينا نتقبو بالشينيور باش نتجنبوا الى قدر الله واحد الثقب في التيو مما يؤدي الى صعقه كهربائيه او خلل في التيار الكهربائي في المنزل. دونك طريقه استعمال ديال هذا الجهاز هذا كما كتشوفوا هي جد سهله وبسيطه. كما هكا كناخذوا هذا الجهاز اللي هو فيه الفولتاج كما كتشوف في الصوره، يمكن يكون عليه بحركة تبين هذا لي بوطون هذه بلي راه شاعله. دونك انتما غتشوفوا كل ما كنقربوا حنا يعني فين كاين الضو غادي تصوني. مثلا نبداو من هنا، هنا ما كاينش يورو وكتشوفوا هنا كاين تيار كهربائي. دونك غادي نشوفوا منين دايز هاد التيار، هاد التيو هذا اللي مطلع علينا الضو هنا منين دايز. دونك هو جاي، هادي البواطه فين كاينه، غادي نهبط هنا كتشوفوا. دونك التيار الكهربائي طالعنا من هنا، هاد التيو هذا وغادي يكون جاي من هنا. دونك حتى هنا ما كاين والو. دونك هاد المنطقة هادي واخا نتقبو فيها ونديرو فيها أي حاجة ما كتشكلش علينا خطر، ولكن كل ما كنقربو لهنا كما كتشوف كل ما كنقرب لهاد الفاص هدا كتصوني ليا. دونك هنا كاين هاد التيو طالع علينا من هنا وجاي مبرونشي حتى لهنايا. دونك كما كتشوفو، أما بالنسبة لهنا ماشي خطر. هاد المين بالنسبة لهاد المنطقة ما كتشكل لينا حتى شي خطر، يعني مبقى يمكن نتقبو فيها ما كتشكل لينا شي خطر. اما بالنسبة كل ما كنقتربو لهنايا كما كتشوفو، كل ما يعني هنا فين كاين التيو اللي مطلع علينا الضو هو من هنا، هو دونك هو جاي مازال كتصوني وجاي لهنايا. غادي نتبعو هاد لارونش هذا اللي جاي لينا من هنا وغادي نشوفو اللي فيه التيار الكهربائي اللي هو ديجا مبرونشينا في البريز، واخا غادي تصوني فيه باش تاكدوا كثر، حيت هنايا ما يمكن يبان لكمش التيو ولكن هنا غادي يبان. دونك غادي نبداو، دونك غادي نبداو حنا متبعين هاد لارونش اللي هو جاي تحت الزربيه. دونك ها هو جاي من هنا،